شنو هو الهدف اليوم في الطلب اذا مقاس 4000؟ لا فتحت انا، يلا فتحت، باقي عندي ديون هنا، باقي عندي الديون هنا ديال الماتيريال. ولكن اللي عنده سبا وعنده حمام بلدي وحمام سبعة الحمامات في الدار ديالو ما غادي يحس بالمعاناة اللي تعانيها مول الحمام. كل خدام هادشي ما غاديش يخسر. هاد السدة اللي تسبب لي في خسائر في الماتيريال، في لي سيتيرن، في لي فالف، في الشبكة، روبيني. راه كاين اللي ما مشاش للحمام نهار الخميس يتسطى، تتولي عنده صلاة الجمعة بحالها باطلة. حسيت بانتحار، خصني ننتحر، هذا هو اللي تيبان لي انا. علاش الدار البيضاء فيها الحمام ما كان مغلق، وهاد المدن اللي فاتحه المحلات ديالها الحمامات ديالها ماشي ما كان مغلق؟ بالله عليك، واش كورونا كاينه ما كايناش بالنهار وكاينه بالليل؟ انا غير نفهمو. كتلقى خمسة أسر ساكنين في شقة واحدة وعندهم دوش واحد، مايمكنش لهاد الناس كاملين يدوشوا في داك الدوش أو طواليط كيما كنقولو حنايا. أول حمام لي أنا بالنسبة لي مستثمر، وعندي خسارة كثيرة، ممكن يعطيوني رخصة الهدم، نهدم الحمام وندير كعمارة ونريح مع راساتي ويحيدوا من الدار بيد الحمامات. انا دابا انا من تنقول العامل ديال الوالي ديال اكادير شابو، لان مثلا المسؤولين في الدار البيضاء مثلا تقول لي الحمام تيقول لك انا ما خديتش القرار الحكومي، والحكومه خدات القرار ديال الاغلاق ديال القرار، جيب القرار ديال 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 ديال, ديال الفتح. ولكن راه كاينين الناس اللي كانت عندهم الشجاعه، مثلا الوالي ديال اكادير خدا القرار وحل الحمامات، العامل ديال بن سليمان خدا القرار وحل الحمامات. علاش انا تنقول هادوك الناس حسوا بالمعاناه؟ علاش انهم عارفين اشنا هو المواطن؟ ارباب الحمامات كيعيشوا فواحد الوضعيه مزريه، واحد الوضعيه متازمه بسبب هذا الاغلاق اللي وصلت المده ديالو حاليا مده سنه على الاغلاق، وهذا الاغلاق تسبب في مشاكل كثيره لارباب حمامات وشغيله، لان الحمام هو مصدر العيش الوحيد ديال رب الحمام. هذا بيت هذا 7000 درهم هذا الباب. 7000 درهم هذا الباب، 7000 درهم هذا الباب. هذا بيت هذا ما بقاش يتحل بسبب طول مدة الإغلاق. علاش هذا الحمام بالذات اللي غادي تسدو، وهما عدد ديال الناس اللي هما يا متضرين من هاد الحمام. كاين الناس اللي فاتحين بيوتهم من هنا، كيخلصوا على وليداتهم المدارس، كياكلوا منهم، كيخلصوا كرا، كيخلصوا ضو، يعني تسد الحمام بوحدو. علاش انا عييت؟ انا يلا فتحت 4 شهر، هذه فتحت 4 شهر قال لي سد. انا العمال عييت، انا تنادي لي واحد البركه، ولكن راه انا عييت ما بقى عندي والو. الغالب الله انا وليت انا بحالهم. احنا عايشين في المغرب، راه باقي عندنا الناس كاينين البيوت، باقي عندنا الناس كيساكنين في الكراجات، باقا مرا مثلا مع وليداتها تستحي باش تستحم في الدار ديالها. الراجل يقدر يمشي للطواليط يكب عليه الماء ويخرج، مرا تستحي، ما تتبغيش ولا يعرفوها انها راه تيبقى عندها البلاصه الوحيده هو الحمام. وانت تجي هذه ثقافه مغربيه، وتنجيو حنا لان علاش؟ للاسف الشديد كاين الناس ما عرفتهمش انا، واش عايشين في المغرب؟ واش متشبعين بالثقافه ديال المغرب؟ ولا عندهم شي افكار اخرى؟ راه حنا مغاربه، راه بزاف ديال الحوايج داخل عندنا في عاداتنا، وداخل عندنا في تقاليدنا، وداخل عندنا في واحد المجموعه ديال الحوايج، ومنها الحمام. بحال دابا بيت النار كتكون من الملحه والجير حتى هما هاد المواد ما كيقبلوش كيبغيو ديما العافيه باش يبقاو مزيانين. هو كان غير يحل الحمام، تقف عليه فارغوني بحال شكون اللي عندك تم، شكون اللي هذا اللي اعتقلوه؟ انا باغي نسخن الحمام. لا انت واش تسخن الحمام؟ باغي تجيب الناس شحال مسكين واحد تعساقل بهذه الطريقه هذه؟ علاش؟ لاننا حنا ما تنبغيو نسيروا كل شيء بعقليتنا حنا، حتى في قطاعات اللي ما تنفهموش فيها والو.
لان رجل السلطه اش غادي يفهم في الحمام؟ والحمام مسكين عارف انه خصو هذاك الحمام واحد جوج ولا ثلاثه المرات يدور الماء في الجعابي يسخن ديك البلاصه ديال البرمات يسخن واحد المجموعه ديال الحوايج باش داك الشيء ما يتاكلش وما يمشيش ليه. انا خاصني الدعم وعندي خساره كثيره دابا، عندي خساره، عندي لي فالف 42 الف فرانك للفالف، عندي لي سيتيرن، عندي الشبكه تقريبا 200 الف درهم، 200 الف درهم تقريبا باش هاد الصيانه ديال الحمام. ونطلبوا سيدي ربي الله يجعل يشوفوا من جهتنا.